وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد فيصل أحمد صالح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة أن القرار رقم 53 لسنة 2024 يهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة. القرار رقم 53 يهدف إلى استقطاب الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير، مما يدعم استدامة بيئة الأعمال في المملكة والحفاظ على المنافسة المتكافئة للشركات البحرينية خصوصا في قطاع التوزيع. حيث تم تعديل القرار ليتضمن معايير وضوابط جديدة التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموازنة المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، بتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام بيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني. طبعا يهدف هذا التنظيم إلى توحيد الإجراءات وتوجيه جهود نحو الشركات ذات الفائدة الاقتصادية العالية، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي، كما يدعم القرار التجار البحرينيين في استقطاب علامات تجارية.